كلما أوغل أعداء أهل البيت عليهم السلام في البغي اللئيم ضدهم في كربلاء، كلما ازداد أهل البيت تصميما على الثبات على الحق والتزاما بالقيم، حتى آخر رجل وآخر قطرة الدم وآخر لحظة، كأن الحسين عليه السلام وأصحابه خلقوا شهداء، وكأن أعداءهم خلقوا مجرمين. قل كل يعمل على شاكلته، لشروق دم الحسين من التأثير في رفع حجب الضلال عن العقول أكثر مما لشهب السماء من التأثير في طرد ظلمات الليل. لقد ارتكب بنو أمية من الجرائم بحق سيد شباب أهل الجنة قتلاً وتنكيلاً وتمثيلاً ما لا تستطيع كل بحار الأرض أن تغسل عنهم عارها وشنارها إلى يوم القيامة. كانت مواجهة الحسين مع أعدائه مواجهة بين أنبل ما في الإنسان والشر ما في بني البشر، كانت مواجهة بين حزمة الفضائل وحزمة الرذائل، بين الإيمان المطلق والنفاق الكامل، بين الكرامة الإنسانية والنذالة المتوحشة، بين الصلاح الشامل والفساد المستشري، بين الضمائر الحية والغرائز الحيوانية، بين الحقيقة الواضحة والزيف المقنع، بين الجود العلوي واللؤم الأموي، بين طلب رضا الله تعالى والرغبة في جوائز الطغاة.